احنا عملناه قبل كده. بس انت ما تعرفش ايه الجديد. يو. عملنا فيديو قبل كده عن ماكدونالدز وتمت الهكساته بنجاح، بس الفيديو ده هكساته اكتر، وهنكتشف فيه نظام البوينتس الجديد اللي في ابليكيشن ماكدونالدز، وهيكون معنا امان. ماذا لو؟ بس لازم اقنعها تنزل الابليكيشن. الو يا كريم، ازاي؟ الو ايمان، كيفك؟ بقول لك ايه، اهم حاجه قبل ما نروح ماكدونالدز تنزلي الابليكيشن. ماشي اشتغل. لا مش بهزر، نزلي الابليكيشن. يا كريم في ايه؟ ما تنسيش تنزلي الابليكيشن. نزلي الابليكيشن يا مان، نزلي ونزلي الابليكيشن. ولا انت ليه بقى عايزني انزل الابليكيشن؟ ماكدونالدز عاملين نظام بوينتس جديد، عايزين نروح نشوف ايه الحوار ده. طب يلا بينا. على الراي جوز، على الراي جوز، على الراي جوز، على الراي جوز. جو شرقي وطاقية، شغبوا أذية عربجية، لو شفتنا صدفة نعدي الدورية. واه للناس اللي بتسال فين يلاقي اقرب فرع الماك، الموضوع سهل، هتدخل على الابليكيشن وبعدين هتدوس هنا وتدوس على علامه السهم دي وتشوف اقرب فرع ليك. وتدخل وتفتح واي فاي وتفتح الابليكيشن وتطلب عادي وهرجع لك، وتدفع وتاخد رقم وتحطه على الترابيزه والاكل هيجي لك لحد عندك كالعاده. بس هنا في موضوع جديد، وهو نظام المكافئات بالنقط، وهو انك هتخلي الكاشير يسكان على الكيو ار بتاعك الخاص بالنقط على الجهاز ده وانت بتطلب، وهتاخد نقطه على كل جنيه هتدفعه في الفاتوره، يعني كل جنيه بتدفعه بيساوي نقطه في الابليكيشن. ولو هتطلب من عروض الابليكيشن مش هتحتاج تعمل غير سكان على الكيو ار بتاع العرض بس، والنقط هتنزل لك اوتوماتيك، وبعد ما تجمعهم تقدر تبدلهم، والاسعار بتبتدي من 200 نقطه للساندي والتشيكن ماكدو لحد 1000 نقطه للبيك تيست تشيكن كومبو. هيو بالله عليك، كيف تفكر وجنون الفرنش فرايز؟ والموضوع مش صعب خالص، لانك اصلا بتاخد 150 نقطه زائد النقطه اللي هتجي لك على الفاتوره من اول مره تسكان من الابليكيشن. وكمان ممكن خلاص خلصت. ولما تدخل على المكافآت هتقدر تعرف أسعار الوجبات بالنقط وتعرف انت جمعت كام نقطة وسجل النقط اللي كسبتها واللي اشتريت بيها وكل حاجة. فنزلوا الابليكيشن. واه نرجع للجهاز العبقري اللي بيخليك تطلب اللي انت عايزه بنفسك وتتاكد من الاوردر قبل ما تطلبه، وتقدر تسكان كيو ار العروض او عشان تضيف النقط من هنا، وتقدر تدفع بالفيزا او تاخد ريسيت وتدفع وانت بتستلم. وكل مره تاكله فيها في ماك جمع انت النقط. انت عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ I see trees of green red. واحد صندوق. وكالعادة حبيت اوصل لكم ان احنا لو استخدمنا كل حاجة صح واستغلناها احسن استغلال هنوفر اكتر ونستفيد اكتر. فاشوفكم الفيديو الجاي. هب هب. هنا بقى هيب هيب.